حياكم الله مشاهدينا اينما كنتم من مركز اخبار قنوات الكاس الرياضيه في قطر. اهلا بكم مشاهدينا في نشره التاسعه واليكم ابرز العناوين مع منال بن عامر. شكرا للزملاء في مركز الاخبار مشاهدينا احييكم وهذه عناوين التاسعه. انطلاقة رائعة منتخبنا الوطني لكرة اليد يكتسح نيوزيلندا بفارق 44 هدفا مع بداية الدفاع عن اللقب الآسيوي. منتخبنا الأولمبي لكرة القدم جاهز لمواجهة نظيره الفلسطيني في دور الثمانية لأمم آسيا والجهاز الفني يخشى الإرهاق. الاتحاد القطري لكرة القدم يجدد دعمه للأشقاء في العراق ويخاطب الفيفا من أجل ودية في بغداد. وفي التاسعة أيضا قراءة في قمة الهزيمة الممنوعة بين قطر والمرخية ومواجهة التحايل المتصدر مع العربي العائد. أهلا بكم. في ثوب بطل وبانتصار هو الأكبر في اليوم الأول افتتح منتخبنا الوطني لكرة اليد رحلة الدفاع عن لقبه الآسيوي مع انطلاق البطولة 18. منتخبنا الوطني الباحث في كوريا الجنوبية عن لقبه القاري الثالث قدم أجمل عروضه وتفوق على نظيره النيوزيلندي ب 58 هدفا مقابل 14 ليتصدر بالتالي مجموعته الرابعة. استهل منتخبنا الوطني حملة دفاعه عن لقب القاري بفوز كاسح على منتخب نيوزيلندا بفارق عريض استقر على 44 هدفا. فرغم ظهور منتخب نيوزيلندا برقصة الهاكا أو الصيحة القتالية التي تعد تحدي تقليدي من تراث سكان نيوزيلندا الأصليين، لم يعبأ العنابي بهذه الرقصة المخيفة وانطلق في رسم سمفونية الإبداع والتألق باستثمار جاهزية لاعبيه وبخاصة سرعة الجناح أنيس الزواوي الذي دك شباك ممثل أوقيانوسيا الذي يشارك لأول مرة في البطولة الأسيوية، ومنح منتخبنا الوطني التفوق في الشوط الأول ب 27 هدفا مقابل 11. المدرب الإسباني فاليرو ريفيرا منح الفرصة لأغلب اللاعبين لخوض المباراة فكانوا في الموعد ولم يتساهلوا مع المنتخب المنافس، وواصل أحمد مددي وعبد الرزاق مراد والحارس ساريتش المسيرة بنجاح دفاعا وهجوما وحققوا أكبر فارق في مباريات اليوم الأول وبنتيجة 58 هدفا مقابل 14. فوز أول للعنابي بعد عرض قوي أمام ضيف البطولة القارية مهد له الطريق لتزعم المجموعة الرابعة قبل أن يواجه نظيره الصيني في الجولة الثانية والتي ستمهد له الطريق نحو الدور الثاني. لأخبار قنوات الكأس سامي بن مسعود الدوحة. هذا وشهد اليوم الافتتاحي للبطولة الآسيوية 18 إقامة 4 مباريات أخرى في باقي المجموعات. صاحب الأرض والجمهور منتخب كوريا الجنوبية انطلق بفوز مستحق كما تألقت المنتخبات العربية المشاركة في الحدث. متابعة لنتائج اليوم الأول لآسيويات كرة اليد ينضم إلينا في مركز الأخبار محلل قنوات الكأس معز بن شويخة. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. بداية واعدة لمنتخبنا الوطني فوز مستحق بنتيجة كبيرة وكذلك إضافة إلى الصدارة، كيف تقيم ظهوره الأول؟ وكان متوقع، مباراة كانت سهلة بالنسبة للمنتخب القطري في الجولة الأولى ضد نيوزيلندا. الوافد الجديد دعني أقول أنه لأول مرة منتخبات أوقيانوسيا تشارك في بطولة آسيا مع المنتخبات الآسيوية. أعتقد أنه تحضيرات كانت جيدة بالنسبة للمنتخب القطري، شهرين تقريبا مباريات ودية على مستوى عالي ضد المنتخب الكوري ضد المنتخب الجزائري وكذلك ضد المنتخب الإيراني. أعتقد اليوم كان هناك إصرار، كانت هناك ثقة كبيرة في اللاعبين، كان هناك كذلك تعامل
بجدية مع منتخب نيوزيلندي إمكانيات ضعيفة جدا. نظن أنه استحقاق فوز المنتخب القطري في هذه المباراة كانت فرصة بالنسبة للمدرب فاليرو ريفيرا وأنه يشارك جميع اللاعبين ويدخلهم في جو هذه ومنافسات هذه البطولة. نظن أنه المشوار ما زال طويلا، لكن اليوم انتصار بإقناع جميع اللاعبين كانوا في أوج عطائهم. أخص بالذكر أنيس الزواوي اللي سجل تقريبا 14 هدف في هذه المباراة، جميع الأجنحة كذلك أحمد مددي، عبد الرزاق، مراد ساريتش في حراسة المرمى كان متألق مثل عادته. أعتقد أنه المنتخب على الطريق الصحيح، وأهم شيء وأنه احترم منافسه رغم ضعف مستواه. صحيح كابتن، بعد نيوزيلندا منتخبنا الوطني سيواجه المنتخب الصيني، كيف تقرأ لنا هذه المباراة؟ أظن أنها مباراة سهلة كذلك، لأن شاهدنا اليوم المنتخب الصيني رغم تغييره لبعض اللاعبين من البطولة السابقة، لكن شاهدنا ضد المنتخب السعودي إمكانيات متواضعة جدا. المنتخب السعودي رغم فوزه بفارق 6 أهداف، لكن هذا لا يعني شيء، إنما المنتخب الصيني كان تقابل في البطولة السابقة مع المنتخب القطري في البحرين في 2016 وكان انهزم بفارق 23 هدف فارق. أعتقد أن المنتخب القطري سوف يكون في طريق مفتوح في الغد ضد المنتخب الصيني، أكيد وأن هذه المباراة في حال فوز المنتخب القطري سوف يجد نفسه في الدور الثاني، وأكيد وأن كذلك الدور الثاني سوف تكون مباريات أصعب. طيب كابتن معز، ممكن من المبكر الحديث عن اللقب، لكن إذا نظرنا إلى نتائج اليوم الأول كيف تبدو موازين القوى في هذه البطولة الآسيوية؟ وبالفعل يعني من المبكر أن نتحدث على من سيصل إلى الأدوار المتقدمة، لكن صحيح. أعتقد أن هناك منتخبات مرشحة بقوة للوصول إلى قبل النهائي، خاصة نخص بالذكر المنتخب القطري والمحرز يعني على النسخة الفارطة والتي قبلها 14 و16 في المنامة. كذلك هناك المنتخب الكوري صاحب الأرض والجمهور الذي يعد من أقوى المنتخبات على المستوى الآسيوي، كذلك المنتخب الصيني العائد بقوة في السنوات الأخيرة إلى جانب المنتخب البحريني، كذلك لا ننسى المنتخب الإيراني الذي جهز نفسه بشكل جيد لهذه البطولة، ممكن يكون مفاجأة هذه البطولة، لكن أظن أن المنتخب القطري يأخذ في كل مباراة يعني على حداء، وأكيد وأن كل مباراة عندها حقيقتها، والأكيد وأن كذلك المنتخب جاهز على جميع المستويات. نعم، ونتمنى التوفيق للعنابي إن شاء الله في هذه البطولة. معز بن شويخة محلل قنوات الكأس، شكرا جزيلا لك. شكرا. إلى الصين، حيث بات منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم على أتم الجاهزية لتحديات الدور الربع النهائي لأمم آسيا تحت 23 عاما. منتخبنا الوطني وضع آخر اللمسات الفنية قبل مواجهة نظيره الفلسطيني، وتصريحات ما قبل المباراة حملت مساحات من التفاؤل بالعبور إلى منعطف نصف النهائي. تكثر الانتظارات ويعلو السقف عندما يتحقق التأهل للأدوار النهائية بالعلامة الكاملة، وما أبان عليه المنتخب الأولمبي في دور المجموعات لكأس آسيا تحت 23 عاما يضعه تحت المجهر خلال الدور ربع النهائي. عبور هذه المحطة يتوقف على تجاوز المنتخب الفلسطيني الذي كان مفاجأة المجموعة الثانية، بخاصة بعد أدائه المبهر أمام تايلاند بخماسية وضعته في مصاف الكبار. ننظر لهذه المباراة بعين الاعتبار أن المنتخب الفلسطيني منتخب راح يكون نت قوي لنا، ولكن مثل ما ذكرت ثقتنا في لاعبينا أنهم يظهرون بشكل جيد خلال هذه المباراة ويتأهلون للمرحلة اللي بعدها. العنابي الأولمبي متصدر مجموعته بثلاثة انتصارات سيكون مطالبا بالتركيز واستحضار كل نقاط قوته أمام خصمه الجديد، وتشكيلة المدرب فيليكس سانشيث قد تعرف بعض التغييرات الطفيفة تماشيا مع الأسلوب المنفرد للمنتخب الفلسطيني. أكيد ناويين على الفوز إن شاء الله، وإحنا ما جينا الصين عشان بس نلعب مجموعات ونرجع الدوحة، جايين إن شاء الله ناخذ الكاس إن شاء الله ونرجع الدوحة إن شاء الله. قبل التوجه إلى الصين لخوض غمار الآسيوية الأولمبية، كانت ودية قطر وفلسطين قد شهدت تفوقا لافتا للفدائي بثلاثة أهداف لهدفين، ليبقى السؤال مفتوحا حول خط سير الأفضلية بين الطرفين في مباراة لا تقبل بمنطق التراضي. لأخبار قنوات الكأس، سارة إيجابي. عشية المباراة وفي مؤتمر الصحفي شدد مدرب منتخبنا الأولمبي فيليكس سانشيز على ضرورة التركيز والتغلب على الإجهاد البدني لضمان الفوز والتأهل. وعلى الجانب الآخر، شدد مدرب فلسطين الأولمبي على القيمة الفنية العالية لمنتخبنا الوطني، مؤكدا أن عزائم اللاعبين قد تصنع الفارق وقد تضع فريقه بين الأربعة الكبار. خضنا ثلاث مباريات صعبة في ظرف 7 أيام، وهو ما قد يضعنا في تحديات صعبة على المستوى البدني. سنلعب بنفس القوة والتركيز مع بعض التغييرات بالنظر إلى الأسلوب المختلف الذي يتمتع به المنتخب الفلسطيني. حاليا احنا بالوضع النفسي والوضع العام بحالة يعني تصاعد،
خاصة بعد يعني تأهلنا، وهذا يعني بالتالي راح يعطينا حافز بشكل كبير انه نقدم مباراة طيبة امام المنتخب القطري. اتمنى انه يكونوا اللاعبين بقمة تركيزهم مثل باقي المباراة ونقدر نحقق شيء نسعد فيه شعبنا الفلسطيني. واستكمالا لهذه التغطية ينضم إلينا مباشرة وعبر الهاتف موفد قنوات الكأس إلى الصين يوسف الربيع. بعد التحية، حالة من التفاؤل خيمت على تصريحات الساعات الأخيرة، ما سر هذه الأجواء التي تحيط بمنتخبنا الأولمبي؟ طبعا مساء الخير طبعا عليكم جميعا وعلى كل متابعي قنوات الكأس الرياضية. بداية خلونا نبارك حق طبعا منتخب اليد اللي حقق أول انتصار عشان بس ما ننسى، ومواكبة طبعا لهذه الانتصارات نتحدث عن مباراة الغد، المباراة المهمة للعنابي الذي يرى فيها الجميع لأن الفوز هو المطلب الأساسي، لأن هذا الفريق الشاب، يعني إذا كنتم تتكلمون عن أجواء التفاؤل هذه، هذا الفريق الشاب يطمح فعلا لتحقيق نتيجة إيجابية يرفع فيها اسم وعلم قطر عاليا، خاصة أن أغلب هؤلاء اللاعبين ستكون لهم آخر سنة في المنتخب الأولمبي، ومن ثم سيكون أغلب اللاعبين في النسخة القادمة في الفريق الأول، لذلك يريدون فعلا ترك بصمة، هم واثقون من قدراتهم لتحقيق إنجاز أكبر من المركز الرابع الذي حققه في النسخة السابقة في قطر. طيب يوسف، إذا تحدثنا عن مباراة الغد بالضبط وبالتحديد، هل ثمة أخبار بشأن التشكيلة التي سيدفع بها الجهاز الفني في مباراة العبور إلى الدور نصف النهائي؟ أعتقد بأن التغييرات لن تكون كثيرة إن كانت موجودة، يعني من خلال تواجدنا في كل تدريبات العنابي نرى بأن فيليكس سانشيز مستقر على تشكيلته الأساسية، خاصة التشكيلة التي لعبت آخر مباراة أمام المنتخب الصيني والتي تمكن من خلالها من خطف صدارة هذه المجموعة والتأهل كبطل لهذه المجموعة ومواجهة المنتخب الفلسطيني. الاستقرار طبعا يعول عليه كثيرا سانشيز، ولكن أيضا هناك أوراق في الدكة تساوي الأوراق الأساسية، تساويها قيمة أداء ومضمونا. بالطبع موفد قنوات الكأس الصين يوسف ربيع، شكرا جزيلا لك. النشرة مستمرة من مركز أخبار قنوات الكأس وفيها بعد قليل. بداية مثيرة للجولة الجديدة لدوري نجوم كيو أم بي، تعادل بطعم الفوز الأهلي وخسارة قاسية للخور. جدد الاتحاد القطري لكرة القدم دعمه للأشقاء في جمهورية العراق من أجل رفع الحظر المفروض على الملاعب. نعم منال، جاء ذلك في بيان رسمي أكد في سطوره سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني أنه سيقوم قريبا بزيارة للعراق على رأس وفد رسمي. أضاف رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم أن الزيارة تأتي من أجل تنسيق الجهود المشتركة ولوضع الإمكانيات والخبرات القطرية تحت تصرف الأشقاء في العراق. من جهة أخرى، أشاد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني لأن الاتحاد القطري سيخاطب الفيفا من أجل السماح لمنتخبنا الوطني لكرة القدم بخوض مباراة دولية ودية في بغداد قريبا جدا على حد قوله. يشار إلى أن الدوحة كانت مؤخرا محطة لزيارة رسمية قام بها وفد رفيع المستوى برئاسة سعادة عبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة العراقي. أنقذ محسن اليزيدي فريقه الأهلي من الخسارة في افتتاح الجولة 13 لدوري نجوم كيو أم بي لكرة القدم. الأهلي انتظر اللحظات الأخيرة لينتزع نقطة بعد أن نجح في فرض التعادل على ضيفه الخور بهدفين مقابل هدفين. استهلا مرحلة الإياب بالخسارة فبحثا عن التدارك واستعادة التوازن في افتتاح جولة 12، لكن التعادل بهدفين لهدفين ساد المباراة والنتيجة بدت منصفة للطرفين. الخور انتظر 11 دقيقة فقط من أجل بلوغ المراد، والتسديدة البديعة حملت بصمة هلال محمد. الأهلي بحث عن التعديل وتأتى له ما أراد في الدقيقة 26 حين استغلت جوين بينسون خطأ الحارس بابا جبريل.
على إيقاع التعادل انتهى الشوط الأول، لكن الثاني ابتسم للخور أولا. هنا ماديسون يستثمر على أفضل نحو عرضية حمد منصور المثالية ويسجل الهدف الثاني، لكن الأنفاس الأخيرة منحت للأهلي هدف التعادل الثمين عبر المنقذ محسن اليزيدي. تعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 15 وأبمن للخور 11. العميد يبدو آمنا ولو مؤقتا في وسط الترتيب، لكن الخور بات مطالبا بنتائج أفضل حتى لا يتراجع أكثر. لأخبار قنوات الكاس، محمد المهدي الراضي، الدوحة. هذا وتتجه الأنظار عشية الجمعة صوب ملعب حمد الكبير الذي يستضيف الأمسية الثانية. في البرنامج يحل المتصدر دحيل ضيفا على العربي على أن يلتقي في وقت لاحق المرخية وقطر في قمة عاصفة ضمن صراع أسفل الترتيب. في اليوم الثاني من الجولة الثانية إيابا تبرز كثير من التحديات، دحيل يسعى لتوسيع الفارق عن مطارديه والابتعاد عن شبح الهبوط رهان العربي والمرخية وقطر. منال بن عامر تقدم تفاصيل مباراتي الجمعة. شكرا لك عبد الله. مشاهدينا اهلا بكم من جديد في هذه القراءة لملامح الأمسية الثانية من الجولة الجديدة للدوري. إذا المسابقة دخلت المنعطفات الحاسمة والسباق لم يعد يسمح بالأخطاء سواء في القمة أو السافحة. مباراة الجولة 13 لن تكون سوى القمة المنتظرة غدا بين العربي ودحيل. اللقاء يحتضنه ملعب حمد الكبير وينطلق عند الساعة 4:25 درجة الحرارة تصل إلى 23 وقنوات الكاس تؤمن تغطية خاصة للمباراة الحدث. العربي ثامن الترتيب يرغب في كسب نقطة على الأقل ليعوض إخفاقات مرحلة الذهاب، فرصيده 10 نقاط فقط أي ما نسبته 27%، مما هو ممكن. الضيف قوي ووازن، إنه دحيل المتصدر ب 32 نقطة، ما يعني 88% من الرصيد الممكن. أما الهدف فيتمثل في الفوز 11 هذا الموسم، فكيف سيكون الحوار بين ثالث أضعف دفاع وأقوى هجوم؟ في تصريحات ما قبل المباراة شدد مدرب العربية لوكا بوناسيتش على أن التعادل سيكون جيدا لكنه سيلعب من أجل الفوز، مضيفا أن الفريق يحتاج إلى مهاجم وإلى لاعبين وصفهم بالمقاتلين. بالمقابل أوضح مدرب دحيل جمال بلماضي أنه لا توجد مباراة سهلة، مطالبا لاعبيه بالتركيز في الطريق نحو الفوز بالنقاط 3. في برنامج الجمعة أيضا مباراة قوية منتظرة تهم أكثر فريقين مهددين بمغادرة قسم الأضواء. الحديث هنا مشاهدينا عن قمة المرخية وقطر التي تتسيد صراع أسفل الترتيب. ضربة البداية مرتقبة في تمام الساعة 6:35 على ملعب حمد الكبير. درجة الحرارة ستبلغ 20 والحوار يبث مباشرة عبر قنوات الكأس. شبح الهبوط يطارد الفريقين، فالمرخية في المركز 11 ب8 نقاط وبالرصيد ذاته يتموقع قطر في المرتبة الأخيرة، علما أن الفريقين لم ينجحا سوى في حصد ما نسبته 22% من الرصيد النقطي الممكن. الرهان هو الفوز لإنعاش حظوظ البقاء، والتعادل لن يفيد الاثنين، فأي مصير لحوار بين أضعف هجوم وبين أضعف دفاع. مساعد مدرب المرخية ياسين مشاوي أكد أهمية هذه المباراة، مشيرا إلى أن الفريق سيعالج مسألة التهديف أمام الملك القطروي. أما مدرب قطر عبد الله المبارك فوصف اللقاء بالقوي والصعب، مشددا على أن الأهم ألا يخسر من فريق منافس له.
سباق اللقب وصراع تفادي الهبوط متواصلان، والمنعطفات المقبلة صعبة ومعقدة، فمن يكسب رهانات القمة وتحديات أسفل اللائحة؟ في الختام أشكركم مشاهدينا على طيب الإصغاء والمتابعة، وعودة الآن إلى منال وعبد الله لاستكمال التاسعة. نشرة مستمرة معكم مشاهدينا وفيها بعد فاصل قصير. بطل قطر إكسون موبيل التنس مونفيس يغادر أستراليا المفتوحة بعد قمة ابتسمت للصربي ديوكوفيتش. أحييكم من جديد. تستمر حتى اللحظة الجولة 12 من رالي داكار الدولي، وتربط بين المدن الأرجنتينية الثلاث في أمبالا وتشيلي سيتو وسان خوان. البطل القطري والعالمي ناصر العطية على متن سيارته تويوتا هايلكس أنهى القسم الأول من هذه المرحلة في المركز الثاني خلف الهولندي تين برينك سائق تويوتا كذلك. المتصدر أنهى المسافة بين فيامبالا وشيلي سيتو في 3 ساعات و7 دقائق و29 ثانية، متقدما العطية بدقيقة و28 ثانية فقط. ويواصل الهولندي سيطرته على صدارة الترتيب العام للرالي، في حين يحتل العطية المركز الخامس، هذا ويشتعل الصراع حاليا في القسم الثاني من هذه المرحلة 12. لا زال الصربيون نوفاك دوكوفيت يقدم أفضل العروض في بطولة استراليا المفتوحة للتنس، وفي أول مشاركة له منذ 6 أشهر بسبب إصابة على مستوى المرفق. وفي منافسة السيدات، ودعت نجمة بطولة ويمبلدون الإسبانية غاربيني موغوروثا وضمنت المصنفة أولى عالميا الرومانية سيمونا هاليب حضورها في الدور الثالث. علم الصربي نوفاك ديوكوفيتش أن مواجهة خصمه الفرنسي غايل مونفيس في الدور الثاني لن تكون سهلة. النجم الصربي عانى في المجموعة الأولى حتى خسرها ب4 أشواط لـ6، وفي المجموعة الثانية لم يتمكن مونفيس من المحافظة على تقدمه وسمح لمنافسه بإدراك التعادل، ثم تفوق ديوكوفيتش في المجموعة الثالثة قبل أن يجبر مونفيس على مغادرة البطولة بفوزه بالمجموعة الرابعة. وبعد مباراة صعبة تأهل النمساوي دومينيك ثيم إلى الدور الثالث بعد أن أخسر الصاعد من التصفيات الأمريكي دينيس كودلا. ثيم المصنف خامسا عالميا كان متخلفا بمجموعتين دون رد قبل أن يعود في النتيجة في مباراة امتدت ل3 ساعات و48 دقيقة. التشيكي توماس برديتش التحق بركب المتأهلين للدور الثالث وضرب موعدا مع الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، وذلك بعد تجاوزه للإسباني جيرمو غارسيا لوبيز ب3 مجموعات لـ1. غابت المفاجآت في منافسات الرجال وحضرت عند السيدات. الإسبانية غاربيني ميغوروزا المصنفة الثالثة عالميا وبطلة ويمبلدون 2017 ودعت ميلبورن بالخسارة على يد التايوانية المغمورة سواي بمجموعتين دون رد. ستواجه سواي في الدور الثالث البولندية أغنيشكا رادفانسكا التي تأهلت على حساب الأوكرانية ليسيا تسورينكو ب2-1. أما المصنفة الأولى عالميا الرومانية سيمونا هاليب فضمنت حضورها في الدور الثالث بسهولة. آلاب تفوقت على الكندية يوجيني بوشير ب6-2 في مجموعتين. لأخبار قنوات الكأس، مولد الجامعي، الدوحة. ختاما نذكركم بأبرز ما جاء في النشرة. منتخبنا الوطني لكرة اليد يكتسح نيوزيلندا بفارق 44 هدفا مع بداية الدفاع عن اللقب الآسيوي. منتخبنا الأولمبي لكرة القدم جاهز لمواجهة نظيره الفلسطيني في دور الثمانية لأمم آسيا، والجهاز الفني يخشى الإرهاق. الاتحاد القطري لكرة القدم يجدد دعمه للأشقاء في العراق ويخاطب الفيفا من أجل ودية في بغداد. كان في 9 بطل قطر إكسون موبيل التنس مونفيس يغادر أستراليا المفتوحة بعد قمة ابتسمت للصربي ديوكوفيتش. وصلنا لختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة. أعود ألقاكم مشاهدينا بحول الله في نشرة يوم جديد. إلى اللقاء.